أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية مكناس اليوم الخميس بإحالة ناشط الفيسبوك يوسف الزروالي على سجن تلال بمكناس في حالة اعتقال ومتابعته بملفات ثقيلة منها النصب والاحتيال. رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان حسن أقبيو قال أن الزروالي تم التحقيق معه منذ صبيحة يوم الخميس 11 يونيو الحالي وفق مجموعة من الأشخاص، كما تمت مواجهته بضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال عن طريق الإحسان العمومي، لينتهي التحقيق بإحالة الزروالي على سجن تلال ومتابعته في حالة اعتقال ووضع والدته تحت مراقبة قضائية. وكانت العديد من الأصوات قد تعالت في الآونة الأخيرة تطالب بالتحقيق مع الزروالي وتتهمه بالمتاجرة في مآسي الناس والتلاعب بأموال يجمعها في إطار الإحسان العمومي، حيث كان مول كاسكيت قد اتهمه بما سلف ذكره.